السلام عليكم متتبعي قناة أم حسام للآمال المتنوعة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله فيديو اليوم هيكون هو طريقة كيفاش نصاوبو الشوشة ندير جلابة بالعقيق. كيف ما أنا درت هنا في هذا القب هذا، مازال لي غنزيد واحدة أخرى كيف ما كتشوفو باللوينات ديال المرمل اللي أنايا خدمت كيف ما كتشوفو. ها هو كيجي الديكور ديالها زوين. نوريكم كيفاش كتخدم، شنو كنحتاجو. انا ديجا راه كنت واحد المره درتها بث مباشر ولكن ما كانوش بزاف ديال الناس، داكشي علاش قررت نعاودها بهذه الطريقه. هذه كتجيب جوج لون او لون واحد، يمكن لكم ديروها بلون واحد. انا حيت اصلا خدامه في المرمه بالبيج والكرونه، داكشي علاش درتها بجوج لون، ولكن يمكن لكم تخدموا غير بلون واحد كيف ما كتشوفوا. هذا زمرد كبير بالنسبه لهاد العقيقات، كيتباعوا بجوج دريال الوحده. ها هما كتهز لي خمسه في العقيق الكبير نمره 4، ولكن في هذا الصغير اللي خدمت بهذا العقيق الصغير هذا كتهز لي 7 ديال العقيقات في خط واحد. مهم قبل ما نبداو، بالنسبه للناس الاول مره كيشوفوا القناه ديالي، ما تبخلوش عليا بالاشتراك ولي جيم وتبارطاجيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. غنبداو، انا قبل ما نبدا نوريكم غير الطريقه كيفاش كنعقد. كت في الاول كندير هكا وكندير ديك الرخيه، ما كتصدقش كتجي خايبه. شنو كندير؟ كندير نيت الخيط، كتبقى عندي ديك العقده، ديك الدائره اللي كتكون عندنا في التنيه ديال على جوج. كنجي كندير عقيقه، انا درتها جاجي باش ما تجيش، ماشي مشكل ديروا اي بغيتوا. انا درت هذا الباج هذا كنعقد فيها البرا، وكنجي كندخل هنايا في هذه العقيقه الكبيره. هادي راه ما غتحسبش، انا غير بحال اللي شاده بها، لانه ملي كدير هكا كيبقى عذبك الخيط في هذا. كنجيش كنولي ندير، كندير عقيقه كرونه عقيقه بيج. الاولين غنديرهم، غندير العدد ديال الكرونه اكثر من البيج، وفي التالي غنولي خط هكا اكثر واحد. هنايا هنا درت 3 كرونه 3 بيج، غنزيد كرونه باش يجيني 7 على حسب كتاخذوا نتوما العبار ديال ديك العقيقه. كاين فيهم الصغار وكاين الكبير، ولكن عندي شي وحده هنا صغيره صغر منهم، كاينين الصغار وكاين الكبار، ما عرفتش مشات وحده صغر منهم. كيمكن لكم ديروا اي حاجه بغيتوا. كتجي هما 7، انا العبار اللي عاطيني 7 باش يجيني قد ديك الدائره. كنجي نجر هذه غير شويه فين نخشي انايا الخيط، وكنثبت الخيط بحال هكا، كنجر بحال هكا. غنجي الاولين درتهم كرونه، هما الاولين بديت بالكرونه وساليت بالكرونه، دابا غنبدا بالبيج ونسالي بالبيج. بحال هكا وخيط النيلو من طبيعه الحال باش هاديك ما تقطعش. هكا الا بغيتي ديرو حتى على 4 ديرو. ها انا كملت العدد اللي بغيت، نجي تاني هنا نشد في هاد هكا وغدا بقى غادي هكا حتى كنكمل. اللون اللي كنبدا بيه كنسالي بيه، مرة الكرونة ومرة البيج بحال هكا. كنجي تاني نخشي هنايا، هنا راه كيمكن ليكم ديرو زواقة، يعني تمشيو بجوج بثلاثة بواحد كيف ما شفتو. انا دابا فاش كنسالي الخدمه ديالي كامله، بقات لي هذه اخر وحده كنديرها هنا. هاكا صافي،
ساليت اش غنجي، غنجي ندير 3 قرونه ثلاثة بيج، ثلاثة قرونة، انا هنا كيمكن لي نديرو مقدقد، كاين لي يمكن لي ندير وحده صغيره وحده طويله. انا غندير هذه صغر من الاخرى، ما غنكملش، كنظن انا الاخرى دايره فيها ثلاثه المرات. بغيت انا باش تجيني ديك الشوشه تجيني وحده طوال من وحده. انا هنا درت في الصف ثلاثه، يعني غنخلي غير هاد الجوج. غنجي كيفاش غنطل نركبها، كنجي هنا ندخل هنا البرا، كنقلب جوب بحال هكا، كنجر بحال هكا، كنجر مزيان داك الخيط كيف ما كتشوفوا باش نلصقوا انايا مع الثوب بحال هكا، كنلصق مزيان، كنجر وكنبقى نثبت فيه هنا. غنثبتو هكا بحال هكا ونعقد ونقطع. هذا الاول جاني شويه مرخي، نعاود نيت نزيرو بنفس البرا، نعاود نثبت حتى هادي مزيان صافي. انا راني غندير غير جوج، اللي بغى يدير ثلاثة، اللي بغى يدير خمسة، كل واحد شنو بغى، كل واحد والذوق ديالو. انا راني غندير غير هادو جوج. ندير انا غير هادو فقط، بحال هكا صافي. وغادا نثبت بحال هكا ونعقد صافي. كيف ما كتشوفوا انا دابا نعقد نقطع الشكل النهائي ديالهم. ها هما كيجيو هنايا في الجلابه. كيمكن لكم ديرهم قد قد بحال هكا، كيمكن لكم ديروا ثلاثه وحده طويله وجوج من جناب صغار، كل واحد وشنو يمكن ليه يدير. انا درت غير هاد الجوج هادو، كيمكن لكم تزوقوا بهم الجلابه بلا ما ديروا الشوشه الاخرى. ان شاء الله غادي ندير معكم شوشه بلديه، ما غنديرهاش انا من طبيعه الحال، انا كنعرف غير العاديين اللي فحال هاد الشكل هذا، راه ديجا نزلتهم في القناه بحال هادو. ولكن كاينه اخت اللي علمتني نيت هاد الشوشات هادو، طلبت منها لان واحد الاخت بغات الشوشه ديال الموتور، طلبت واحد الاخت باش دير ليا فيديو ديال الشوشه بالموتور. يعني ان شاء الله غادي ننزلو في القناه باش تشوفوا الطريقه ديال الناس اللي باغيين يتعلموا ويديروا، يعني يخدموا به مع الخياطين. وهذا ان شاء الله حتى هذاك غادي نديرو. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه، ما تبخلوش عليا بالاشتراك وباللي جيم ولي كومونتير. وبالنسبه اللي عندها شي تساؤل على اي حاجه مرحبا بها، واي حاجه اللي في القدر المستطاع ديالي وقادره نخدمها وكنعرف نخدمها ما غنبخلش عليكم بها. وشكرا على المتابعه.